السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوست بيقول الجزء اللي جوه الدايرة ده خطاط مهندس أجنبي، واللي بره الدايرة ده تكملة على مصري. كانوا بيقارن بين مهندس أجنبي ومهندس مصري، والكلام ده مش حقيقي. المهندسين المصريين معروف بكفاءتهم وبيشتغلوا شغل كويس جدا وبيطلعوا إبداعات حلوة جدا يعني، لكن هي مقارنة بين التصميم المخطط ليه والتصميم غير المخطط ليه، مع الرشاوي مع الفساد والبنى بدون ترخيص والحاجات دي كلها. فمش فكرة مقارنة بين أجنبي ومصري قد المقارنة بين شيء مخطط وشيء غير مخطط وفوضى عشوائية.